جمعية أولمبي شلف بقيادة الحكم الدولي عبي تشارف كانت بشعار الفوز لا غير من أجل بداية موسم مثالية لكلا الفريقين. وشوط المباراة الأول بدأ كما انتهى وعرف فرصا قليلة. كان من بين هذه الفرصة التي بدأها عواد وفشل في تسجيلها بوعيشة. رد عليه المستقدم الآخر من جانب الأولمبي نوردين دهام من اتحاد الجزائر في تسجيل أول أهداف اللقاء عكس ما كان يرجوه المدرب العائد إغيل. مدير طهران حاولت مرة أخرى تسجيل الهدف الأول في الشوط الأول ولكنها فشلت في ذلك عكس مجريات الشوط الثاني، أين وصلت المولودية إلى شباك الأولمبي بعد هذه التوزيعة من سعيدي في كرة أولى ثم ثانية نجح في تسجيلها بوعيشة المستقدم الجديد من شبيبة القبائل في الدقيقة 58. على سعيدي يوزع على الجهة اليمنى ويقدم ويعطي التفوق. نشوف هذه الكرة على الجهة اليمنى سعيدي بطريقة جيدة، وهذه الطريقة اللي كان يحلوا بها المشكلة يا نساخ يا سعيدي. ذات اللاعب حاول إضافة الهدف الثاني عن طريق هذه التسديدة لكن دون نجاح، والأولمبي حاول العودة في النتيجة لكنه لم يستطع لتنتهي المباراة بنتيجة هدف مقابل صفر لصالح مولودية وهران. وفوز ثمين بالنسبة لي.